وزير الداخلية يكشف ملابسات اغتيال النائب العام هشام بركات. تركيا وحماس خططا للحادث بمشاركة عناصر إخوانية وضبطنا 48 متهم، ويؤكد لا مصالحة مع الإخوان والقرار بيد المصريين. وبعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي يؤكد استعداده تقديم قروض مباشرة لمصر. ونقابة الأطباء تواصل التصعيد وتدعو أعضائها للكشف مجانا في العيادات الخاصة 19 مارس أو تعطيل العمل.